تم الاستيلاء على مطار الحمدان على يد ابطال الجيش الحر في البوكمال. باذن الله جايينك على الدير ومن الدير على الشام يا بشار الاسد. دم الشهداء ما راح يروح غدر والطيران ما يفيدك باذن الله جايينك وراح تسقط باذن الله. نحن شعب قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يهمنا لا ايران ولا حزب الله ولا روسيا ولا الصين. نحن قومنا عشق الشهاده مثل ما تعشقون الحياه. باذن الله جايينك على الشام. تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر.